مسلسل انهيار الليره السوريه ما يزال مستمرا لكن بوتيره اسرع هذه المره 753 ليره مقابل الدولار الامريكي الواحد في الاسواق السوداء لكل من حلب ودمشق فتحت الباب امام المطالبات بحلول سريعه نضال قبلان سفير النظام السابق حذر من ان الرهان على صبر الشعب بما يفوق طاقته للتحمل مجازفه وخطر داهم لا مبرر له. بعد صندوق رجال الأعمال لدعم الليرة لم يرى السوريون في مناطق النظام خططا جديدة لإيقاف تدهور سعر الصرف بل بادر رئيس النظام لزيادة الرواتب بقيمة 20 ألف ليرة للموظفين وللمتقاعدين 16 ألف ليرة الزيادة الأخيرة تقدر بنحو 26 دولارا أمريكيا للموظفين و21 دولارا للمتقاعدين وسط تساؤلات عن جدوى وأثر هذه الزيادة المشكله الاولى انها تاتي لشريحه من المجتمع السوري دون باقي الشرائح وبالتالي سوف تزيد من معاناه باقي شرائح المجتمع. المشكله الثانيه انها تاتي كضخ وزياده في السيوله النقديه دون زياده السلع والخدمات، بالتالي سوف تزداد اسعار المواد وسوف نشهد ركود في الاسواق. زيادة الرواتب تأتي في وقت سجلت فيه الأسعار ارتفاعا كبيرا فسعر جرة الغاز وحدها بلغ ستة آلاف ليرة وزير الاقتصاد السابق في حكومة نظام نضال الشعار كان قد حذر من القادم الأقصى المتمثل في جمود الأسواق وعزوف المنتجين بسبب ضعف القدرة على التصريف